الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال المزاد الأسبوعي أكثر من 257 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع 257 مليون و471 ألفا و252 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد، مضيفا أن معظم المبيعات البالغة 200 مليون دولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية. وأشار إلى أن 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة إلى 226 شركة توسط. كشف موقع جلوبال بترول بريسيس أن العراق في المرتبة 11 من بين الدول العالم والرابع عربيا بأرخص أسعار البنزين. وقال الموقع إن ترتيب العراق جاء من بين 169 دولة مدرجة بالجدول، حيث بلغ سعر البنزين فيه 514 سنتا للتر الواحد، في حين جاء بالمرتبة الرابعة عربيا بعد كل من ليبيا والجزائر والكويت. وأوضح التقرير أن السعر المتوسط للتر البنزين عالميا لشهر أيلول بلغ دولارا و30 سنتا للتر، مضيفا أن أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفع بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير. قالت صحيفة كوميرسانت إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز من أجل سد فجوة في ميزانية عام 2023. وقالت الصحيفة إن الحكومة تريد على وجه الخصوص رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50% والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي. كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية. حذر البنك الدولي من ركود اقتصادي عالمي خلال العام المقبل بسبب انشغال البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة وإهمال تدابير اقتصادية أساسية للحد من التضخم. وتوقع البنك أن تعصف سلسلة من الأزمات المالية باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصورة ستؤدي إلى إصابتها بأضرار اقتصادية ومالية دائمة. وأكد البنك ضرورة قيام الدول الكبرى بتبني مجموعة من التدابير الاقتصادية الكفيلة بحل تلك الإشكالية بدلاً من التركيز على رفع أسعار الفائدة. انتعشت أسعار النفط وسط مخاوف من شح الإمدادات مع حلول فصل الشتاء التي طغت على المخاوف من ركود عالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتصل إلى 90 دولار و33 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا ليصل إلى 83 دولار و39 سنتا. وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا يوم الأربعاء، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أو 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لترويض التضخم. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز، إلى اللقاء.